ما تخافش يا شادي، اللي حصل لنا ده يا حبيبي حمزة انت مش طاقية يا حبيبي. سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك، ما تخافش يا حبيبي، انا مش عايزاك تخاف. اللي حصل لنا ده حصل لناس كتير قوي، احنا اكيد هنروح مكان احسن. طب وليه يا ماما ما نعيش هنا؟ لا نعيش هنا ايه، ده مش بيتنا، ده بيت ونيس. هو استضافنا اول امبارح، وامبارح كفايه قوي، احنا هنمشي النهارده. والله يا بنتي انا متلخبطه اخر لخبطه في المطبخ ده. ما خلاص يا ماما، ادينا طلعنا الجبنه وانت عملتي الشاي. وبعدين بقى ايه حكايه الجبنه بنقوطه دي اللي ماليه الثلاجه؟ احنا مالنا يا ماما، مالناش دعوه. والله ما انا عارفه عباس وفراس اخويا عاملين ايه في الاواء. والله ام خزايم مرميه دلوقتي في المستشفى يا اختي. يا اختي ما توطوا صوتكم شويه، وطوا صوتكم، حرام عليكم، راجل نايم. الله تعالى ورايا يا شيماء. بيت 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 ولا ونيس، استنى يا ولا. انت قاعده مستمتعه؟ ما تخلي العيال تلعب. ايه كتمه النفس دي؟ اشترينا هدوم وهروح الجامعه. طب الكتب والمراجع هعمل فيها ايه؟ وطي صوتك شويه ونيس، لسه ما صحيش. ما هو بصراحه احنا خدنا على البيت، ما نكمل وهو فرصه ونيس عايش فيه بطوله. ايه ده نزلك الكبت من على الكنبه؟ قاعده على الدكه. انت ربنا بيحبك قوي يا ماما اني قابلت الراجل ده. اسمه اونكل ونيس او بابا ونيس. ايه يا خالو ده ونيس؟ يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما عندك هنا عندك انت كل العيال تلعب فيه. معقول يوفي؟ أعزائي أحبائي، لقد زالت الغمة وانتهى الكرب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلنتحدث اليوم عن الأمل، التفاؤل، الإشراق والبهجة. معلش بس عشان يعني طابور الصباح. اوكي حلو جدا. حديث ثلاثاء مش هياخد مع الموضوع دي خالص. ما ياخدش، معلش عشان هو بحكم العادة كل يوم الصبح مع الأولاد ومع الأحفاد. أستاذ ونيس مش عارفين نشكرك ازاي. ما تقوليش كده يا ست جواهر، أي حد في مكانك هيعمل أكتر من كده. المصريين لسه على فكرة جواهم طيبة ورحمة وتراحم ونخوة. تتصوري يا أستاذ ونيس، دي ماما طول الليل عمالة تدعي لحضرتك. والله تدعي لك حبة وتدعي على صاحب بيتنا اللي وقع حبة. ربنا ينتقم منه، أشوف إيه يوم. هو السبب في وقوع البيت، هو السبب عشان يستفيد بالأرض. نو 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 نيفر نيفر ميس جواهر. هو ده الموضوع اللي كنت عايز أكلمكم فيه في حديث ثلاثاء، بس الأخت شيراز قالت لي إنه مش هياخد معاكم. لا هياخد، أظن إن بعض الظن إثم. وهي خلاص أنتوا هتروحوا تستلموا شقتكم الجديدة النهاردة، هي إيجار جديد، إنما هتعيشوا فيها 5 سنين على الأقل تطمنوا. أنا كلمت نزيه بحما بنتي هدى، هيسلمها لكم إن شاء الله. أستاذ ونيس لا بجد مش ممكن اللي حضرتك بتعمله ده. يا بخت ولادك بيك، ما تتبناني. لا هو مش مع ولاده بس على فكرة، انتوا لو قريتوا مذكرات ونيس هتلاقوه ما بيصدق، ما بيصدق يلاقي اي حاجة غلط او طلب مساعدة يجري. طيب اتمنى بقى ان المذكرات متعملش نسخ وتوزع على بقية العيلة. ايه ده؟ ايه ده؟ هو البيت ده اخر ايه؟ دول الدور الفوقاني، دول بنات شاكيرة. لن أسمح لحد يهين حد في صوت في صريخ. مش هسكت، مش أنا يا أمي. عادي هو ده ونيس. يا أستاذ ملاك أنا مش عايز النشرة الجوية، عايز أعرف الصريخ اللي سامعينه ده إيه؟ ما أنا سايبك تسمع وتتمزج. دي مش أول مرة، دول بنات شاكيرة هانم أكيد بتضربهم. تضربهم؟ يا ست صفاء إنما أظن اسم، جايز يكون عندهم مغص ولا حالة تسمم. يا أستاذ ونيس الضرب ده المرحلة الأولى، بعد كده بيتربطوا في السرير، بعديها الجلد، ثم الأسلاك المكهربة، وآخر مرحلة الفيناليتي الزيت المغلي وعقاب السجاير المطفية. غير الضوافر اللي على خلاص جملك خلاص
انت بتحكي لي وبتوصف لي كمان كنت بتراقبهم من تحت السرير. معقوله انت بتوصف لي تعذيب جوانتينامو؟ ولعا يا ملاك يا حبيبي، يا ملاك يا صديقي، ان بعض الظن افل. اسم يا اسم اقعد فوق، اتحداك لو طلعت فوق ومنعتها من تعذيب بناتها. طب امنع المرحله الاخيره الزيت المغلي. يا ملاك يا ملاك انت بتعذبني انا شخصيا. لا يا بابا مش انا، جنى ونيس ابو الفضل جدا الله وهيس عبد الحق. بوليس قصدي ونيس، ونيس ابو الفضل جدا الله وهيس عبد الحق المحامي. فين شاكيره هانم؟ فين الجثث دي؟ مقطعه بناتها جوه ومش قادر اخش عليها. مقطعهم؟ انا هستعين بيكي شاهده في المحكمه، هتشهدي يا جليله. هشهد يا بيه. برافو كويس. نعم افندم. نعم الله عليكي. صباح الخير يا شاكيره هانم. انت ازاي تخش بيتي من غير استئذان؟ تتجنيش يا بنتي. انا هشهد بالحق يا هاني. اسمعي فلتسمعي شهاده جليله. اتفضلي يا جليله. هشهد ونيس بيه زقني بالباب وكفاني على وشي. انا جليله؟ انا واخدك شهاده اثبات، تبقي شهاده نفي. كلمني انا. ايوه بتاعت الليمون، ايوه بتاعت الليمون. خلاص فطرتي وروقتي مزاجك بضرب كلماتك. انت مال اهلك انت؟ مال اهلي؟ اللفظ ده ممكن تحكمي عليه. لا مالي ونص يا شاكيره هانم، انا ساكن عندك هنا في العماره ويأذيني جدا سماع صراخ بناتك وهم يتعذبن ويتألمن. ام تضرب بناتها وهم في السن ده ومنهم على وش جواز؟ خايفة عليهم بنات بطني يا اخويا. فلقتيني ببنات بطنك؟ ما لو كانوا بنات رجلك ولا بنات قفاكي كنت عملت فيهم ايه؟ جرى ايه يا استاذ فوانيس؟ وانت عامل لي فيها محامي وجاي تحاكمني؟ فوانيس؟ انا فوانيس يا معلمة الجواميس والمعيز؟ ايوه شكلها انت. ايوه حاكمك، ايوه حاكمك. واتحداكي، اتحداكي لو عندك مبرر تدافعي بيه عن نفسك للتصرفات اللي عملتيها مع بناتك. ايوه عندي، ايوه عندي يا اخويا. بناتي بيروحوا مكان من ورا ظهري انا معرفوش. لا ده لو حصل يبقى فعلا غلطانين، بس ده لانهم خايفين. ايوه يبقى اسمعنا انت بقى يا استاذ وليس. هي دي المشكله، احنا بنتهان كل يوم قدام سكان العمارة وقدام صحابنا وقدام خطيبي. ماما بتدينا كل حاجة احنا عايزينها الا الثقة في نفسنا. مفيش صحاب، مفيش خروج، مفيش نادي. ده كلام؟ ده كلام يا شاكيرة؟ ولا مين؟ يلا ولا فين؟ انا كل احلامي وطموحي ماتوا. وصلت العهات يا شاكيرة؟ عهات في بناتك؟ ما شاء الله ما شاء الله، هي وصلت انكم تتجرأوا. سيب ايدك، سيب ايدك، تتجرأوا قدام الغرب محكمة. يا شاكيرة انا مش غريب، انا جار وسمعت والساكت عن الحق شيطان اخرس. التربية وزرع القيم مش بالفلوس ولا بالضرب والإهانة والقسوة. وإذا كانوا دول بنات بطنك زي ما انت بتقولي، فمن النهاردة دول هيبقوا بنات قلبي. مش هسمح أبدا إن حد يهينهم، ومش هسمح لهم إنهم يتجاوزوا مع أمهم. تجاوزوا؟ عندك دليل يثبت غلطتهم عشان تعاقبيهم العقاب المرفوض ده؟ إحساسي. خدها مني، أنا ظني ما يخيبش أبدا. ظنك؟ استغفر الله العظيم، إن بعض الظن إثم. إلا الظن يا شكير. وأنا أظن حاجة من اتنين، يا هربيهم من جديد يا هربيكي أنت شخصيا. وأنا أظن إن ملكش يعيش في العمارة بتاعتي دقيقة واحدة. ومن الظن ما قتل يا شكيرة. في حاجة مضايقاك أو موتراك يا أنكل؟ أنا؟ أوه نيفر 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 نيفر
انا سعيد سعيد وحاسس ان انا منتشي. عارف يا سكرتة لما يجيلك لحظه كده انك تحس ان انت عندك ثقه في نفسك؟ انا عندي ثقه في نفسي، عندي شعور بالثقه في النفس اللي عملته وانجزته امبارح بالليل. ربنا يوفقك ويسهل لك يا انكل. بس انكل يعني بعد اذن حضرتك كنت عاوزك تصفي الجو بيني وبين جهاد. انا ما عنديش مانع انها تخلص عقد الاعلانات ما دام هي ملتزمه وبتعمل عمل محترم. برافو برافو يا زكرتها. كده انت كويس وصح، بس انت عارف بقى هتديني وقت علشان انا مشغول قوي يعني اليومين دول بخلص حاجه كده. صباح الخير يا استاذ ونيس. صباح الخير. ده ايه؟ احنا جايين مع بعض من البيت على هنا. معلش برضو الشغل شغل. زكريا جوز بنتي جهاد ودي شيراز محامية هتبقى معايا على طول. اهلا اهلا يا زكروتة البروتة. زكروتة ده انت وصلتي بقى لقراية المذكرات. يس يس يس. تعرف يا استاذ ونيس انا طول الليل وانا نايمه عندك في الشقه قمت لوحدي رحت الصاله بس اتسحبت بشويش عشان ما صحيكش طبعا، وقعدت ابص على الصور اتاكدت فعلا ان اسرتك اسره عظيمه جدا، بس برضو يعني انا قلقانه وخايفه لاكون يعني وجودي عندك هيسبب لك اي قلق. نو 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 نيفر نيفر نهائي. انا ابويا ابو الفضل راح يبات عند واحد صاحبه وهدى راحت تبات عند اختها جهاد. مش كده ذكريا؟ طبعا طبعا يا انكل. وهدى دي اصلها حساسه قوي وعندها ذوق، تحب تراعي اللي حواليها تخلع في الوقت المناسب. هدى هدى هو في زي هدى هدى السوشيال ميوزك والنوسه. معلش بس انا برضو افضل ان احنا نروح شقتنا بسرعه. بصي انا مقتنع ان الشقه دي هتحل مشاكل كتير، بس اسمعي كلامي ما جاتش من يوم، يعني باتي الليلة عندي في الشقه وتبقى الشقه دي بكره الصبح. بس بجد بقى انا مش عارفه اشكرك ازاي، انا بجد قايمه الصبح فخوره بيك جدا. ليه ليه ليه؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش غير واجب. لا واجب انت عملت حضرتك اكتر من الواجب بكتير. يا خبر. طب ده كفايه بس اللبس الحلو ده عجبك؟ يا عجبني، ده انا من سنين طويله ما حسيتش بانوثتي كده. ربنا يخليك بجد بجد. انا لما لقيتك حطيتهولي مفاجاه كده على السرير لما صحيت قلت البسه بقى عشان اوريهولك عليا بالمره. انا مش قادر استحمل والله. طبعا مش قادر استحمل الموقف النبيل اللي احنا فيه. اسكت اسكت. انا مش قادر استحمل الهوى الفاسد اللي في المكتب. يا راجل يا زكروتة انا همشي. اوعى ما تلمسنيش. اوعى ما تلمسنيش. استغفر الله العظيم. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ ده اتجنن اكيد اتجنن. لا ابدا هو معذور اكيد منفعل برضه في موقفك العظيم ده. موقف عظيم ايه؟ انا فعلا ما عملتش حاجه. شوفي انا عايز اقدم لك اكتر مما تتصوري. انا عايزك تروحي تستلمي مكتبك في مشروع الفنادق، هتستلمي شغلك وهتعملي الشغل ده من خلال مكتبي، وهديكي ضعف مرتبك. كان لازم ما يسدهاش. وايه اللي خلاك متاكده من كده؟ حسين ابنك واخد منك كتير قوي، صريح ما بيعرفش يخبي. يا امينه حبيبتي انا مش شايف اي تصريحات او اي تلميحات ممكن ان هي تضايقك. لا يا يوسف في تلميحات، بس انا مش عايزه اتكلم لاني متضايقه من الموقف اللي انا فيه. بصراحه انا مش مرات اب. ولا عمرك هتكوني مرات اب. وبعدين ابن حسين مش قاعد هنا على طول، هي حته اجازه وهيسافر تاني. وانا مش عايزاه يسافر يا يوسف، انا ماليش مصلحه في سفره. خلاص اعتبر اللي قلته ده مجرد ظن في دماغي انا.
في يا أمينة أنت خايفة من إيه بس؟ خايفة من الظن السيء اللي في دماغ ابنك من ناحيتي. أنا حاسة إنه شايل حاجات كتير قوي وبيلمح من بعيد. تلميح إيه؟ ده على المكشوف قدام عيني وسامع بوداني. الله يرحمك يا ماما ياسر، الله يرحمك. ليه بس يا بابا؟ ليه تعمل كده؟ ما قدرش يقاوم، الجواز ما ينفعش، فقال يعك. لا لا مستحيل، بابا ما يعملش كده. انا ما صدقش ابدا ان ممكن يغضب ربنا. بيقول لك ان شيراز قالت قدامه انها كانت بايته عنده. لا، والاوضح من كده انها قالت له على بلاطه احنا عايزين نتنقل بسرعه شقتنا. خد لها شقه، ابوكوا خد لشيراز شقه، ويقول لي انا النهارده مبسوط، مش عارف، انا منتعش، انا عملت عمل عظيم. اخس، انا زعلانه جدا وشايله من السوسه اللي اسمها هدى. بقى تسيب له البيت عشان تساعده على حاجه زي كده؟ وجد ابو الفضل، جد ابو الفضل بقى منظره قدامنا كده وحش جدا. الراجل كبر وله احتياجات، دي اسمها عوده للمراهقه. بس بقى كفايه، انا مش قادر اسمع الكلام ده على بابا. كنا زعلانين انه هيتجوز احلام امبلا، واضح ان احلام اديته بومبا عشان كده انحرف. لا 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 لا، ده كان الجواز ارحم. لا لا، انا مش مصدق الكلام ده ابدا على بابا. هتصدق، هتصدقوا كلكم. هو قال لها خليكي بايتة عندي الليله دي، والصبح الصبح يروح الشقه. خلاص نطب عليه ونواجهه هي معاه. تلات قدر، قدر ازر وقدر مربعه وقدر مسلوعه. لو طلعتوا زي القدره الكبيره تبقى كارثه. انا عايزكوا قدر مختلفه، تلات قدر مختلفه على القدره الكبيره. يعني لو كانت امكم القدره الكبيره بودنين، انا عايزكوا من غير ودان خالص. تصور حضرتك ان خطيبي بدا ما يثقش فيا ومش بعيد في يوم يهني. طب شهيره واتخطب، انا ممنوع ان اتشاف، انا في سجن. متهيألي لو ابويا كان عايش ما كانش هيسمح بكده أب. وانا نعم انا ضايعه. تصور انا بدرس اثار وممنوع اروح مع اصحابي او مع الكليه اي اماكن اثريه. انا مش فاهم انت ليه بتتكلم بصيغه المؤنث. جرايه سمير. انتوا يا بنات، انتوا يا بنات حقيقي، انا كابوكو او زي ابوكو شايف ان انتوا فيكوا خطا، وامكوا كمان فيها خطا. انا هقعد مع قدرة فيكو افرغها واعرف مشكلتها ايه، وهنا اقعد مع القدرة الكبيرة امكو اضربها كبشة افهمها. لا ما تقلقوش، اطمنوا بابا هيوقفكوا طابور وهيوقف مامتكوا لوحدها طابور. انا فرحانة قوي اني تعرفت عليك يا هدى. وفرحانين جدا ان احنا عرفنا اب جميل زيك يا استاذ ونيس. لا وجد. ربنا يعمل اللي فيه خير ان شاء الله. طب نستأذن احنا بقى. ايه ايه ايه، ما تخافوش. امكوا يعني شاكيرة؟ ايه الحكاية؟ لازم تقولوا الحقيقة، لازم تعرفوها كل حاجة اول باول. قولوا لها انكم بتزوروني هنا. متشكرين قوي. متشكرين يا بابا. ميرسي يا ريت، ميرسي. بابا عادي يا جماعة. بابا هاي هاي، فين شيراز؟ قاعد يا حبيبتي، انت متلخبطه. شيراز ده ايه؟ انت جيتي البيت مش المكتب. ما هو كله صح على بعضه يا انكل، اتلخبطنا. في يا ولاد خير؟ في حاجه؟ احنا جايين نطب عليك، قصدي نشوفك يا بابا. مش فاهم، انا مش فاهم. ازيك يا هدى؟ مظبطه امورك كويس قوي، سلوك البنت المهذبة. والله في ايه؟ مش فاهم. احنا اسفين يا انكل، الظاهر ان احنا جينا في وقت مش مناسب. واضح ان حضرتك بتحب تغير كتير فنم. قصدي الجلاليب يعني. معلش يا بنات، معلش، دول ولادي ومراتاتهم. ها يلا انتوا بقى عشان ما تاخروش. يلا اوكي.
طب انت هتقابلنا تاني امتى؟ اصل انا ما لحقناش. معلش هعوضها لكم ان شاء الله. والحقيقه انا مش عارف ابدا بمين فيكو. والله ممكن ثلاثة في وقت واحد. الله يكون في عونك يا انكل. اسمعوا، لا انا افضل ابدا بامكم الاول. اوكي باي باي. اعملوا اللي قلت لكم عليه. باي. ايه تقعدوا اقعدوا يا اولاد. البنات دي كانت بتعمل ايه هنا يا بابا؟ دول ثلاث بنات، بنات شكيرة صاحبة العمارة، حل لهم مشاكلهم. ايه في ايه؟ مالكوا؟ وايه مشكلتهم بقى يا بابا؟ يا سيدي امهم مش قادرة تقتنع بالمثل اللي بيقول ان كبر ابنك خويه. وفي مثل تاني بيقول ان انحرف ابوك خويه. انا ما سمعتش المثل ده قبل كده ذاكرتها. بابا في حاجة غلط بتحصل هنا. ازاي اللي اسمها شراز دي تبات معاك هنا في البيت؟ عادي بتحصل، يعني تلات بنات دول كان ممكن يباتوا لولا انهم شافونا فانكسفوا ومشوا. ايه الكلام ده؟ تجننتوا؟ اسكتي انتي، انتي سبتي البيت انتي وجدة ابو الفضل عشان خلاص. اخلص يا عز الدين عيبك. خلاص انا عايز اعرف مين اللي دخل في دماغكم الظنون السيئة دي؟ انا اللي قلت لهم اللي حصل قدامي بينك وبين شراز. تنكر؟ وانا معترف ان انا بعت شركتي وده كان قراري وانا اللي اتخذته بمحض ارادتي. وما انكرش كمان ان انا ابتديت اخاف من الظنون اللي في دماغك يا حسين. دي مش ظنون يا بابا، دي حقيقة. انا من مصلحة ان الشركة دي ما تتباعش، لكن انا متأكد ان من مصلحة ناس تانية انها تتباع عشان تحط ايدي على فلوس كاش. انت حسين ابنك؟ تصور يا بابا، انا حسين ابنك وانت فضلت عليا الغريب، خدت حقي واديتهوله. تقصد الميراث بعد ما اموت؟ يعني يا بابا بعد عمر طويل يا بابا مش هلاقي حاجه. اكيد هي حسبتها كده ان لو شركه موجوده نصيبها فيها هيبقى قليل قوي. اخلص. ان بعض الظن يف. ظنك مش في محله يا حسين. أنا اسمي أمينة هانم وعندي فلوس كتير قوي، مش طمعانة في فلوس أبوك. أنا طمعت في نفس إنسان جنبي. أنت أهنت أبوك وأهنتني بظنك السيء. حسبي الله ونعم الوكيل. عرفت دلوقتي ان بعض الظن اثم. احنا متاسفين يا بابا. ارجوك سامحنا يا بابا، احنا منظرنا بقى وحش قوي. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا فاسق انكل، انت كل مدى بتكبر في نظري. خلاص يا ذكرتك، خلاص امشي خلاص. ازيك يا هدى؟ الحمد لله يا فهد. هاي. اهلا. ازيك يا ونيس؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ولاد؟ ولاد ونيس كلهم متجمعين على الخير ان شاء الله. امال فين احفادك؟ معلش يا ليلى انا اسف جدا، انا ما نسيتش ميعادك، انا كنت هنزل السؤال للعيال عطلوني. يعني بصراحه انا ظنيت انك بتتهرب مني. لا ظنك مش في محله. انا جبت لكم معايا اكل علشان نتعشى كلنا سوا. يلا مدوا ايديك. معقوله؟ معقوله يا ليلى؟ والله انا بقالي يومين عمال اكل اكل شيرازي. يلا. ايه ده، هي شيراز كانت قاعده هنا يومين؟ لا لا بلاش ده عادي. ايه والله؟ وليه ما قعدتيش عند عمك يوسف وتيتا امينه؟ انا كنت قاعده في اوتيل وبعدين اجرت شقه مفروشه علشان ابقى براحتي. تصور يا ونيس دخلتها النهارده لقيت الميه والكهرباء مقطوعين. تسمح لي ابات عندك النهارده هنا مع هدى؟ امبارح باتي عادي ما فيهاش حاجه.